عمق كبير كبير، العمل حلو عمق دارس درباني لكبير مره ثانيه. وائل الجيسي صح اللي بيلعب بشكل قصير عمق كبير كبير، اللي بيتجاوز كبير لعبها عرضي ثلاثه خلص منه ورجال لقاءات هشيم هشيم. وائل الجيسي صاحب الهدف بيلعبها مع كبير طالب بركله جزاء. وائل الجيسي بيلعبها عند ابو علي. يلا يا ابو علي حلوه يا ابو علي. يلا يلا يا كبير كبير. مهاجم نادي الوحدات ويبدو بيلعبها عرضي وخطره والثاني. الله الله عليك يا دار الدربات، الله عليك يا دار. لا لا الجيسي من الجيسي لشريف البابي، شريف البابي بيلعبها لعند كبير المحسيري لعند كبير كبير بيسيطر على كرته. ولكن بتروح مره ثانيه عند عمر صلاح.